والله انا بقالي حوالي 23 24 سنه، ابتديت ب مشرف استراحه ناشئين. كنت انا اللي انشات الاستراحه تقريبا. كان جالي الكابتن محمد رمضان وقال لي، يعني هو كان في دماغه فكره معينه، انه لان كان في بدايه قبل ما يعملوا الاستراحه كانت اللعيبه بتاخد شقق مفروشه بره، فكانت الشقق المفروشه دي فيها مشاكل كتير قوي، فهو حب يجمع اللعيبه دي كلها في مكان وفي اشراف. ومن ضمن المهام اللي اسندها الي كمان التغذيه، انا كنت انا بعمل برامج التغذيه لكل اللعيبه القطاع تقريبا كله. والله احنا ابتدينا الاستراحه دي بحوالي 23 لاعب، كان من ضمنهم من اشهرهم طبعا كان لعيب احمد بلال، كان عندي احمد فهيم، كان عندي شريف اشرف، كان عندي ايهاب عبد العاطي، حماده لوزه، حسام غالي، عماد متعب، اسامه حسني، كل دول كانوا موجودين عندي في الاستراحه. اللي كان واضح قوي من وهو صغير كان حسام غالي. حسام غالي كان بيحب الكوره كمعشوقه، يعني كان يحلم بيها، كان بينطق الكوره بطريقه غريبه قوي على قصبه رجله، انا ما شفتش لعيب بيعملها الحكايه دي. كابتن اسامه كان من الناس الملتزمه قوي، كان بيحب يذاكر، وكان عنده حاجه غريبه بقى، كان في عز الشتاء يخش يستحمى بميه ساقعه. ليه يا عم اسامه؟ قال لي عشان ما انامش. طب ممكن تعي يا اسامه؟ قال لي لا، ما هو بيحب كده. فكانت دي في حاجه غريبه، انا مش ما كانتش موجوده عند حد في الشتاء ميه ساقعه. وكان دايما يسهر يذاكر، وكان قليل قوي لما تلاقي حد في الاستراحه كان بيذاكر. يعني في مره من المرات كان عندنا جون، انا بصراحه مش متذكر اسمه، بس كان جون كويس يعني، اسمه عماد، وكان مربي شنبه وكان معجب بيه قوي. فجه حسام بالليل وراح حلق له نص شنبه، والولد الغريبه انه ما حسش، شاله كله. قام الصبح بقى بيتمطع وعايز يقف قدام المرايه يبص كده، لقى نفسه في نص شنب والنص التاني مش لاقيه، فدخل طبعا شال الاثنين، ولحد النهارده ما عرفش مين اللي شاله له. وكان عندنا لعيب تاني اسمه ايهاب عبد العاطي. ايهاب عبد العاطي كان بيخاف من سيره التعبين، يعني مثلا لو احنا بنحكي حكايه عن التعبين، مش مفيش تعبين ولا حاجه، بس بنحكي حكايه عن التعبين يترعب. فحطوا له مره حبل، حكوا له حكايه كده، وحطوا له حبل في السرير، وهو لما طلع بيشيل البطانيه لقى الحبل، نط من السرير ده للسرير التالت، نط يعني كان هيتعور فيها. من المواقف اللي انا ما اقدرش انساها بقى في حياتي، كان عماد متعب بيلعب ماتش وكانت العضله الضمه بتاعته تعباه شويه، فكان المدير الفني بتاعه شطه، كان عنده 15 سنه افتكر، والدكتور جابه عندنا بالليل وقال لي لو تعب وبديله الحقنه دي، حقنه مسكن كده. كانت حوالي الساعه 12، كانوا بيلعبوا ماتش بره، وعلى ما رجعوا من السفر بتاع كان بيت الساعه 12 يعني. فقعد شويه كده وهو بيتفرج على التلفزيون، وجه قال لي ايه، اديني الحقنه يا استاذ فتحي. قلت له ما انت كويس يا عماد، بلاش تاخد. قال لي لا انا تعبان. قلت له طيب. عبيت الحقنه واديتها له، مشي من هنا بتاع ثلاث اربع خطوات ولقيته بيقول لي انا دايخ، وراح مرمي على السرير وبقه اتعوج وابتدى يريم ريم من بقه. انا بصراحه اترعبت، فرحت متصل بالدكتور، يا دكتور الولد اديت الحقنه وحصل له كذا كذا كذا، اغمى عليه وداخ يعني. قال لي خد الوقت واطلع على اقرب مستشفى. طب انا ما عنديش عربيه، استناك اما تيجي نوديه بعربيتك. قال لي على ما اجي لك يكون مات. دم هرب. رحت لامم الاولاد بتوع الاستراحه وشلناه على سرير على كرسي من بتوع الملعب دول. الباب اللي ورا ده ما كانش فيه بيمشي عربيات. طلعت ولد اسمه مجدي جدوع، طلع على البوابه الرئيسيه جاب لنا تاكسي ولف وخدناه وطلعنا على مستشفى رابعه. واول ما دخلت هناك الدكتور بيقول لي انا خدت الامبول الفاضي طبعا. بيقول لي ايه اللي حصل له؟ بقول له خد الامبول ده وورا له جرى له. راح منيمه على السرير ومسكه كده من هنا كده وقعد يخبط عليه شويه، ابتدى ايه يبربش. رحت انا قاعد واخد نفس. مفيش لسه بقعد ولقيت الدكتور داخل عليا لونه اصفر زي الليمونه. فبيقول لي الولد جرى له ايه؟ قلت له الحمد لله ابتدى يبربش. راح قاعد جنبي. اتطرح ان عماد عنده فوبيا من الحقن، مع انه هو اللي جه قال لي هات الحقنه ادهاني، بس الفوبيا هي اللي عملت فيه كده، ومن ساعتها بطلت ادي حقن تاني لاي حد يعني.